خلونا ناخد خبرنا الاقتصادي الكبير استاذ هاني ابو الفتوح. اهلا بيك يا فندم. مساء الخير. ازيك يا استاذ يوسف؟ ومساء الخير على الساده المشاهدين. ازاي الصح؟ ايه حدوته كابيتر وال 33 مليون دولار؟ هو في الحقيقه كلام كتير عن المبلغ اللي هو مبلغ ينخفض فعلا، لكن لما نرجع ونحلل الاحداث هنلاقي ان في حاجات كتيره يعني بتتداول على السوشيال ميديا، واعتقد انها محتاجه توضيح. مشكله الشركه دي يعني بدات من 4-5 ايام لما مجلس الاداره اعلن عن عزل الرئيس التنفيذي ورئيس التنفيذي للعمليات، علشان هم اسباب تتعلق بعدم وفائهم بالتزاماتهم. انا عايز اتناول هنا الموضوع من سريعا من زاويتين. عايز ادي وصف مختصر لطبيعه عمل الشركه دي عشان الساده المشاهدين يعرفوا احنا بنتكلم عن ايه، وعايز اشرح ليه النوعيه دي من الشركات الناشئه بتتميز بدرجه عاليه من المخاطر في مقابل انها لو توفرت لها عناصر النجاح الشركات دي هتحقق ارباح هائله. اولا الشركه اللي عليها المشكله هي عباره عن منصه تجاره الكترونيه، ودي متخصصه في مجال السلع الاستهلاكيه سريعه الدورات. الشركة بقى دي بنصنفها انها من الشركات الناشئة اللي هي بنسميها ستارت اب كامبانيز. وبالمناسبة في مصر احنا عندنا اكتر من 560 شركة ناشئة في قطاعات التجارة الالكترونية والتكنولوجيا المالية والصحة الالكترونية. الشركات دي استثماراتها اجماليها 190 مليون دولار، وده على حسب البيانات الرسمية من مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء. ده بيدينا انديكيشن او بيشير الى أهمية ريادة الأعمال، لأن ده مستقبل الأقوى في مصر والعالم. طيب شركة كابيتر دي اللي هي بدأت سنة 2020 دي فكرتها بسيطة. دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن ابلكيشن، عبارة عن تطبيق بيسمح لصاحب محل البقالة او محل او سوبر ماركت انه بيطلب البضاعه بتاعته بدل ما يقعد يلف على الشركات ويفاصل في الاسعار. وعشان الفكره دي فكره جديده وفكره كويسه ممتازه، والمؤسسين كانوا شباب عندهم خبره وسمعه معقوله، قدروا ان هم في سبتمبر السنه اللي فاتت ان هم يجمعوا تمويلات ب 33 مليون دولار. وهنا عايز اشرح حته مهمه قوي. التمويلات دي مش من بنوك، التمويلات دي من شركات رأس المال المخاطر ومن مجموعة من المستثمرين، وده بحسب البيانات اللي هي متوفرة عندنا. عشان الشركة دي تقدر تشتغل بعدد كبير من الموظفين وبأسعار تنافسية، كان ببساطة عليهم ان هم بينزلوا وبيقولوا بيحرقوا فلوس كتير في ظل ان في منافسة قوية في السوق، سواء من الموزعين اللي هم التقليديين او الشركات المنافسه. كانت الطريقه الوحيده عشان الشركه انها تكمل في السوق انها تبحث على مستثمرين جدد، وده ما حصلش، وده اللي حط الشركه في ازمه. وطبعا ده بسبب الظروف العالميه، ان هم لقوا صعوبه في انهم يقنعوا مستثمرين جداد ان هم يضخوا فلوس في الشركه. وطبعا كان الشركه مستحيل انها تتحول انها تعمل ارباح في ظل الظروف الصعبه دي. الشركات دي مع انها يعني في لها دفعه كبيره سواء في مصر او في العالم، في علم الاداره او في رياده الاعمال تخصص رياده الاعمال احنا بنقول حاجه مهمه، ان احصائيا على مستوى العالم 90% من الشركات الناشئه بتفشل في الاستمرار في فتره ما بين 3-5 سنوات، وان اللي بينجح من الشركات دي يعني لا يزيد عن 10%. بس ده معناه ايه؟ ده معناه ان في بركة كبيرة من المخاطر في النوعية دي من الشركات، بس في المقابل لو توفرت لها عناصر النجاح بتحقق مكاسب كبيرة جدا. واحنا شايفين عالميا شركات زي الفيسبوك وغيرها يعني أصبحوا مليارديرات. طيب المستثمرين اللي هم دخلوا أدوا التمويلات دي وشركات التمويل اللي هم ضخوا أموال تمويلات للشركة دي او النوعيه دي من الشركات، لازم بيكونوا عارفين ان هذا النوع من الاستثمار عالي المخاطر. الشركات دي عاده بتطبق او بتستخدم تكنولوجيا جديده ومفاهيم جديده في التسويق ومنتجات جديده لسه السوق يعني ما جربهاش. المشكله الاساسيه
في معظم المجتمعات عندنا وبسبب البيئة القانونية أيضا أن المستثمرين غير مستعدين لتقبل فكرة الفشل من غير ما يربطوه بالنصب. حتى يمكن القانون التجاري عندنا القانون التجاري المصري ما بيعترفش بالتعثر زي القانون في أمريكا اللي هو تشابتر 11 اللي هو قانون الإفلاس الأمريكي. ده بيسمح للشركة بالاستمرار في أنها تشتغل وتعيد هيكلة التزاماتها. وعلى فكرة في شركات كبيرة في أمريكا زي جنرال موتورز استخدمت برضو قواعد الإفلاس اللي هو تشابتر 11 كفرصة أنها بتعيد هيكلة ديونها مع الاستمرار في وقت الأزمة الاقتصادية 2008. بالضبط بالضبط. يبقى طب في برضو يعني لغط كبير يعني وقلق في السوق، يعني هل الشركة دي خدت قروض ولا لا؟ عشان كده البنك المركزي وفي مصادر مصرفية صرحت بأن البنك المركزي المصري بدأ بالفعل في فحص التمويلات اللي حصلت عليها الشركة دي وجهات الإقراض الجهات اللي أقرضت الشركة دي والموقف المالي للشركة. بس عموما برضو يعني أنا ما أعتقدش أن في بنوك أقرضت الشركة، لأن أي مبالغ بالدولار اللي هتتكلم مبالغ كبيرة 33 مليون دولار أو حتى يمكن حتى لو 2 مليون أو حتى 3 مليون دولار، لأن الشركة بتشتغل في مصر وإيراداتها ومصاريفها بالجنيه المصري، والبنوك لا يمكن أنها بتقرض شركات بغير الجنيه المصري. كمان البنوك صعب جدا أنها بتسلف الشركات الناشئة لأنها ما عندهاش أصول وضمانات كافية بتقدمها للبنك. في شبه استحالة، لأنه علشان أقدر أقرض شركة لازم على الأقل أطلع على قوائم مالية بتاعت 3 سنين، فالشركة أصلا ما عندهاش قوائم مالية تكمل ال3 سنين، بالإضافة لأنها شركة قايمة على تجارة إلكترونية فما فيش أصول. عندها أبليكيشن، ده مجرد أبليكيشن وشوية مكاتب وموظفين، أدي كالشركة يعني نموذج الأعمال بتاعها بيعتمد على تطبيقات إلكترونية، مفيش أصول ملموسة، وده بيخليها بعيدة جدا على إنها تحصل على ائتمان من البنوك، لأن درجة المخاطر الائتمان المصرفي عالية جدا. فيعني أتمنى يعني أكون شرحت اللغط اللي حوالين الشركة. وفي كل الأحوال يعني إحنا بننتظر ان يكون في تصريح رسمي من الشركه، وايضا ننتظر نتائج الفحص اللي بيقوم بيه البنك المركزي المصري علشان نطمن اكتر. صحيح. انا بشكرك جدا 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 خبيرنا الاقتصادي البارز استاذ هاني ابو الفتوح.